في قول الناظم رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، هل فيه إشارة إلى أن تارك الصلاة كافر عنده؟ أي نعم، تارك الصلاة كافر، إن كان يجحد وجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن بعضهم يقول ما الدين ما هو بصلاة، الإنسان مسلم ولو لم يصلي هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعترف بوجوبها وتركها تكاسلا فهذا فيه الخلاف، الجمهور على أنه لا يكفر كفرا أكبر وإنما يكفر كفرا أصغر. وطائفة من المحققين رأوا أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، منهم الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كثير من المحققين يرونها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والكفر إذا جاء بالألف واللام فالمراد به الكفر الأكبر، وإذا جاء منكرا فهو الكفر الأصغر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خصلتان في الناس هما بهم كفر، كفر يعني كفر أصغر. نعم.